يو السلام عليكم، معكم امين وفيديو جديد. كيف العاده راني كنخبر شويه وكنعاود نرجع. في هذا الفيديو هذايا غنتعلم الحروف الصوتيه الاولى من الهيراغانا اللي هي ا اي او اي او. في الفيديو غنتعلم بعض الكلمات اللي نقدروا نشكلوها بالحروف الصوتيه الاولى او السطر الاول من الحروف الصوتيه الاولى من الهيراغانا. غادي نتعلموا طريقه الكتابه ديالها خطوه بخطوه وشنو نقدروا نشكلوها غير بالسطر الاول هذا. نبداو بحرف الصوت الاول اللي هو ا. الحرف الصوتي الاول من الهيراغانا بهذا الشكل كيتكتب. الصوتي الاولاني كيتكتب بهذا الشكل هذا بثلاثه الخطوات. الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، والخطوه الثالثه. وغادي نشكلوا به بعض الكلمات البسيطه غير من حرف الصوت الاول اللي هو ا. وهذو بعض الامثله اللي نقدروا نخرجوا بهم غير من حرف الصوت الاولاني ا. كاين اي، كاين او، كاين او. لاف، توميد، بلو. هادو خرجناهم غير من حرف الصوت الاولاني اللي هو ا. هادو بعض الكلمات البسيطه اللي شكلناهم غير من حرف الصوت الاول اللي هو ا، وهما كلمات بسيطه سهله يعني ما غتحتاج شي حاجه باش نقرا لهم. جوج حروف صوتيه وشكلنا كلمه. نمشي نشوفوا الحرف الصوتي الثاني. الحرف الصوتي الثاني اللي هو اي كتكتب كيشب بجوج خطوات، الخطوه الاولى والخطوه الثانيه. كنكون انا في اللحظه ديال شكلنا الحرف الصوتي الثاني اللي هو اي. نعطيو بعض الامثله اللي نقدروا نخرجوا بهم الحرف الصوتي الثاني اللي هو اي. كاين اي، كاين اي اي تو سبيك و هاوس. الحرف الصوتي الثالث واللي هو او. الحرف الصوتي الثالث هو كيتكتب على جوج خطوات، الخطوه الاولى هكا والخطوه الثانيه بحال هكا. نكونوا شكلنا الحرف الصوتي الثالث، نقدروا نشكلوا بها ثاني كلمه واحده اللي هي اي. الحرف الصوتي الرابع اللي قدر ان نكتبو بجوج خطوات تاهو. كنبداو الخطوه الاولى بحال هكايا ومسبقش الخطوه الثانيه على الخطوه الاولى. بعض الكلمات اللي قدروا نشكلوهم بالحرف الصوتي الرابع اللي هو اي. كاينه اب اللي شنا قبل، كاينه اي، كاينه هاوس. الحرف الصوتي الخامس تنكتبوه بثلاث خطوات، الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، والخطوه الثالثه. كنكون شكلنا الحرف الصوتي الخامس اللي هو او. بعض الكلمات اللي قدرنا نشكلو بهم الحرف الصوتي الخامس كاينه اوي، كاينه او اوي. وفي الاخر احنا غير مصدر الاولاني اللي هو ا اي 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 او. حاولنا ان شكلنا في اللحظه هذه سبعه الكلمات غير مصدر الاولاني. اذا نتعلم الحروف ونحفظ بعض الكلمات او الفوكابولري ديال اللغه اليابانيه باش انني نكون غير نتعلم اللغه اليابانيه بالحروف ديالها اسرع وقت. هنا غيكون سالي الفيديو ديالي اللي هو عباره عن غير من الحروف الصوتيه الاولى اللي هما ا اي او اي او. السيمانه الجايه غيكون فيديو جديد غادي يكون من الحروف الصوتيه الثانيه اللي هما كيبداو بكا كي ك ك كو. في كل سيمانه غادي يكون فيديو ان شاء الله، سلسله غادي تكون نتعلموا فيها الحروف الصوتيه، طريقه الكتابه ديالها، وبعض الكلمات البسيطه اللي نقدروا نشكلوها بهم. اذا هنا غادي يكون سريع الفيديو ديالي. نشوفكم السيمانه الجايه ان شاء الله، نتلاقاو. كانت شي حاجه او شي حاجه ما فهمتوهاش قبل بحال شنو الفرق بين الكانجي والهيراغانا والكاتاغانا وشنو هما تنتن والمارو، هادشي كامل راه قلته في الفيديوهات اللي قبل. اذا تقدر تدخل تشيكيهم تشوف شنو كاين. ولا ما فهمتيش شي حاجه راه كاين الانستغرام يلا نقدر نشوفكم السيمانه الجايه.